اسمي حنان السماك، إماراتية، كاتبة ومدربة تنمية بشرية. أنا اسمي سلام، أم لبنت بتجنن، اشتغلت 12 سنة بمجال الطيران في أبوظبي. أنا اسمي ياسمين يسري، مصرية، اتجهت للموضة وبقيت آرت دايركتور وموتيفيشنال سبيكر. تجمعنا مع بعض، جمعنا حب التحدي، تجارب الملهمة في بلادنا العربية. هذا عندي من 10 سنين وكثير كثير بحبه، وهي طبعا كيف بس انا حدي احط لي واحده. انا ما بحبش كثير الذهب هيك، حسب كل واحد شخصيته عارفه، بحس انه هو حلو عليك وبضلها كثير فندان. الحاجات دي بقى يعني الحاجات دي تنرفزني. شو يعني المفروض السوشيال ميديا او الفيسبوك دايما بتحط الحاجات او بتعمل شير للحاجات اللي هي تفرح لا. مش تحبط او الايجابيه، لكن دلوقتي يعني ايه يعني دلوقتي عاملين شير لحاجه مقولة غريبة إن الناس اللي هي بتروح الوظيفة من الساعة 9 ل 5 دول الناس ما عندهمش طموح ولا أحلام، وبيساعدوا شخص تاني إن هو اللي ينجح وإن هو يكبر يبقى معاه الفلوس. لا إيه ده؟ لا 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 هلا شوفي أنا مش بوافق الرأي يعني 100%، بس إحنا يعني متربيين ونحن صغار مبرمجين في مخنا إنه تدرس عشان تروح تشتغل عشان يجيك راتب اخر الشهر، بعدين بتضل عايش حياتك هيك بالدوامه لبين ما تموت. وبرضه بيبقوا طموحين وناجح وحلمهم ان هم يبقوا مديرين شركات وكده. انت كان عندك خطه وانت بتسيبي الشغل فيه؟ شويه يعني كنت ادرب واشتغل، بس حسيت انه خلاص ما كان عندي خطه 100% مدروسه ياسمين، بس قلت راح اكتشف الموضوع لما ابدا استرسل شويه. انا بعد 15 سنه قررت اسيب ده كله. واو. ما كانش في خطه بس كان في حلم. 15 سنة وايد. كان في حلم وكان في إصرار. بس حنان بحسها شاطرة بهاي الأشياء، يعني شاطرة مخها بالترتيب والأفكار والبزنس وهاي الأشياء. بس أنا تركت هيك يعني تركت بس عشان خلص أنا بدي أقعد في البيت وما أعملش شيء وأكون مبسوطة بحياتي. بس ما فيش عندي خطة واضحة. بس ما حسيتيش بمخاطرة خصوصا إنك أنتي عندك بنت؟ حسيت بمخاطرة، بس بالنسبة لي كان الأهم عشان صحتي العقلية والنفسية والجسدية إنه أخذ على الأقل أخذ استراحة. يعني هلا أنا عم باخذ استراحة مثلاً سنة سنتين، بس عم بفكر بدي أعمل مشروع، بس ما بعرف كيف أبلش. مش سهل الواحد يبلش. متى الواحد يعرف وين يبتدي ومع منو وشو اللي يناسب شخصيته؟ هني صح. أنا حاسة إن إحنا الثلاثة ممكن نعمل مع بعض حاجة. وفي ناس ببلشوا متأخرين. يعني هي أخذت الريسك وأنت عندك الخطة وأنا عندي الشغل. بعدين أنا لسه صغيرة أصلاً، يعني لسه شو عمري 31 سنة. لا هو مو موضوع عمر، بس مثل الواحد يبدأ هذا الشيء. لا هو مش موضوع عمر فعلاً. بس بحس أنا محتاجة أتعلم شوي إيش لازم أعمل. في كثير ناس على فكرة حابين يبلشوا بزنس يبلشوا مشاريع، بس ما بيعرفوا كيف. أنا عندي بقى الشخصية اللي تناسبنا كلنا. تناسبك أنت بالذات كمان. مين؟ بنت ورائدة أعمال. واو. وابتدت مشروع من الصفر تماماً. ودلوقتي من انجح المشاريع الموجوده في مصر. هاي مصريه. طب خلينا نشوفها بس اتعلم شويه كيف عايش. لا حتى انا بتعلم، اذا احنا هنا موجودين هاي قصه نجاح بعد. حلو. ما في شيء اسمه عمل مشرف وعمل عيب، بشرط ان لا يتعارض مع الاعراف والتقاليد. طبعا اي عمل شرف لصاحبه، لكن في بعض الاحيان يكون العمل مصدر لطاقه ابداع هائله داخل الانسان، وفي شغل ثاني ما يكون بقدر طموحات وقدرات موجودة داخل الإنسان. في كل الحالتين كل شخص عنده القرار كيف يظهر إبداعه، سواء في وظيفة أو كرائد أعمال، وهذا هو التحدي. ليلى، سعيدين جداً بتواجدك معنا اليوم، وتقدرين تخبرينا عن بداياتك بما أنك أول بنت في مجال الكبكيكس. نولا ابتدت في 2010. كان بقالي سنة قبليها بشتغل على فكرة المشروع. أنا كنت لسه متخرجة من جامعة في كندا، وكانت طالعة موضة جداً فكرة الكبكيك، وكنت تشوفي الناس عليهم طوابير في كندا وفي أمريكا، وفي إلهام بالكبكيكس، وإحنا الشعب المصري بيموت في الأكل. وفي نفس الوقت البراندنج، الإكسبيرينس اللي هم بيقدروا يقدموه، اللي هي تجربة العميل
هو بيحس بإيه؟ ليه بحس بقمة السعادة وأنا جوه المحل ده؟ ليه وأنا باكل القطمة دي بحس إنها دي أحلى قطمة أكلتها؟ لازم أروح المحل ده. فأنا كان نفسي أخلق كل ده في نولا. فإذا في أي إنسان حاب إنه يفتح مشروع، حاب إنه يكون صاحب فكرة، شنو إذا ممكن تقدمي لنا ثلاث خطوات للنجاح؟ أول شيء قلتي أعتقد لازم الإنسان يكون مؤمن بالفكرة. لازم واحد يبقى passionate. يعني إيه passionate؟ يعني واحد بيحب حاجة بجنون، ويبقى عندك حالة من الحب للي أنت بتعمليه. يعني عشان تقدري تكملي. مش سهلة. لا لا مو سهلة. لازم تصحي كل يوم مبسوطة، وكل يوم حابة اللي أنت بتعمليه. ده نمرة واحد. نمرة اتنين الصبر والثقة. يعني مش إن في ناس كتير تقول لك إيه عندهم طموحات، بس أهم من الطموحات هي الثقة. حلو، أنا حبيت هالمعادلة، التوازن ما بينهم هو أعتقد اللي بيحقق النجاح. وإن الواحد يبقى عنده الديتيل، يبقى عنده فعلاً بدقة في التفاصيل. في مثل أمريكاني يقول لك إيه؟ The devil is in the details. يس، صح. بس لقيتي صعوبة إنه أنت بنت، صح الموضوع أكل وإشي كتير بناتي هيك مثلاً، بس الشغل يعني السوق كتير فيه تحدي، ولا السوق كان جاهز لأنه تكون بوس؟ بنت يعني مديرة بنت. عمري في حياتي لما فتحت من 10 سنين ما فكرت في الفكرة دي. دايما بشوف نفسي كشابة، شابة مصرية، احنا شباب. حلو. الحلم في الشباب، الفكر في الشباب. وبعدين لقيت العالم العربي كله بيتكلم على دور المرأة والسيدة، فأخدت الفرصة. اوكي. حلو. وده اللي خلاكي تبقى متحدثة في منتدى الشباب تحت رعاية رئيس الجمهورية عنك انت حد رائد في المشروعات الصغيرة والمبتكرة والإبداعات جنب يعني أسامي كبيرة. الحمد لله إحنا دعونا إن إحنا نتكلم ونشارك فكرة نولا بسبب إن إحنا اتنين شباب، أنا وأخويا، إحنا بتمن موظفين، إحنا النهاردة فوق 400 موظف. ما شاء الله. عندنا 22 فرع، عندنا اتنين بوس، عندنا في اتنين مول في مصر، وعندنا الفود تراكس، أربعة فود تراك، عارفين طالعين موضة عندكم كمان في الإمارات، دول الناس بقى يعني مهبولين بيهم. فحاجة حلوة إن إحنا بنقدر يعني بنبتكر في كل حاجة في البراند، هي مش بس المنتج، هي التجربة ككل. و احنا بنطور في نفسنا، والتيم بتاعنا تيم يشرف، واحنا ما كناش وصلنا اللي احنا فيه ده من غير التيم. مرايلا انت مصدر الهام لشباب كتير، وعشان كده احنا جايبين حد بيحب الكيكس وليه في الحلويات وبنوته. بنوته باديه البيزنس بتاعها من البيت، هوم بيزنس. ايه رايك؟ يبقى شرف ليا، احب قوي ان انا اقعد معاها واشارك معاها كل حاجه، واحنا برضه بنتعلم. قررنا ان احنا نروح نقابل احد انجح رواد الاعمال هنا في مصر، اللي هي ليلى صاحبه مشروع نولا. طلعت مع ياسمين فكره انه نشوف حدا هلا بلش ونحاول نساعده. نحن نجيب هبه العجوز علشان نساعدها ونقدر ان هي برضو تكبر مشروعها زي مشروع نولا. كل اللي انتوا شايفينه ده تعب ومجهود عالي جدا. انتي شجاعه جدا وشخصيه معطيه ان انتي تقدري تطلعي كل الحاجات الجميله دي. ليلى، هبه اللي انا حكيت لك عليها. اتفضلي. هبه، احنا جينا سالنا ليلى ايه سر نجاح المشروع بتاعها، وكل الناس بقت تحب طعم الكب كيك بتاعها. قالت سرها شغفها بالمشروع، حبها للحاجه اللي هي بتعملها. عايزين نعرف بدايتك كانت ايه؟ يعني بدايتك ابتديتي بالكب كيك، ولا ابتديتي انك تعملي كيكس ديت؟ جت الفكره ازاي؟ انا الموضوع ابتدى معايا بالصدفه جدا. ابتدى معايا في عيد ميلاد ولادي، كنت عايزه اعمل تورته بشكل معين وطعم يعني حلو، دايما بلاقي الشكل والطعم ما يبقاش حلو قوي او العكس. فانا في اليوم ده قررت ان انا خلاص انا هعمل التورته دي، وعملتها. وكان غريب جدا، كنت عامله تورتتين وكل تورته ثلاث ادوار، وانا عمري في حياتي ما كنت عملت اي حاجه خالص. وقعدت يومين كاملين بعمل في الست تورت دول. لا، والموضوع كمان هي دلوقتي عندها عامله كحك وكب كيكس وكل حاجه، لا انتشرت.
اتوقع محتاجين راي ليلى بالموضوع. ايش رايك بالموضوع؟ الحاجه والله جميله جدا زي ما انتم شايفين. كل اللي انتم شايفينه ده تعب ومجهود عالي جدا. انت شجاعه جدا وشخصيه معطيه ان انت تقدري تطلعي كل الحاجات الجميله دي. انواع مختلفة. وده كمان انت رسمات بايدك صح؟ ان شاء الله. ايش في عندك صعوبات؟ اشياء بتحسي محتاجه نصيحه ليلى مثلا او محتاجه تتعلميها اكثر؟ ايه الخطوات اللي ممكن ابدا بيها بقى المكان بتاعي؟ والله انت ابتديتي باول خطوه. الواحد دايما ممكن يبقى عنده فكره، بس انت قعدتي اليومين دول بتعملي ثلاث ادوار تراث، يعني مش عارفه ازاي اول خطوه قدرتي تعمليها كده. دي خطوه جريئه جدا. فالشجاعه دي بتبقى اول ستيب بحس. وبعدين لازم تقيسي المشروع، يعني ان هو لازم يبقى عنده خطه، يبقى عنده استراتيجي. الواحد بيسمع الكلام ده بس، يعني ان انت تروحي تدرسي السوق، تشوفي المحلات التانيه فين، هتفتحي في اي منطقه، اسعارك هتبقى ايه. غير وبعدين خطط البزنس ايام قبل ما كان يتضمن التكنولوجيا، السوشيال ميديا الحين جدا مهم بيلعب دور، فكيف ممكن احنا نخلي عندنا هذا السوشيال ميديا بلاتفورم ونبيع من خلالها؟ هبه انت عندك اصلا صفحه صح؟ صفحه عندي جروب على الفيسبوك وانستغرام. جروب مش صفحه. ما جروب تفرق قوي على البيج. انا هبتدي اكتب بقى يعني جروب. انت يور تشوز، انت بتختاري ان انت عايزه تعملي مجتمع مقفول. لو بزنس يبقى بيج، لازم يبقى عندك صفحه. مو بس فيسبوك، حتى انستغرام تويتر. توسعين يعني مداخل الزباين كيف ممكن توصلينها. انا قاعده اخد نوتس وقاعدين نقول الشكل حلو والحاجات دي. انا عايزه ادوق. انا كمان عشان النوتس بصراحه انا بقى تشوفها بقى حلو. انا ده بالتوفي. الله كمان. لا انا محشيه من جوه. لا مش يعني شويه صغيرين، مش لتحت قوي، بس انا يعني حلو قوي. حلو قوي ادوق وخفيف. ممكن في سؤال بقى. الباكنج والحاجات دي انت اللي نزلتي وعملتيها الالوان ديت؟ هي دي الالوان بتاعتك بتاعت البراند الذهبي ولا هي باكنج جينيريك؟ لا لازم نشتغل عليها. الالوان حلو السؤال. لوجو طعم الحاجه حلو قوي. يعني هي عندها جراءه والاكل طعمه حلو قوي وفنانه لسه ما عندهاش. محتاجه شويه تفاصيل صح؟ بناء الهويه، تسويق، خطه كامله. طيب هلا لازم نروح في مفاجاه محضرين لك اياها ان شاء الله تعجبك. احنا كمان عم نتعلم، مش انه احنا خبراء يعني ولا شيء، فاحنا عندنا تحدي بالحقيقه عشان نحاول نساعدك نشوف ايش في اشياء تعلمناها من ليلى اليوم عشان نقدر نطبقهم مع بعض، نقدر نساعدك شوي. وإشي ثاني كمان في مفاجاه لك ان شاء الله تعجبك. بتمنى تكوني مستعدة. يلا ليتس جو. استفدت كمان من ليلى كتير، ساعدتني كتير قوي في حاجات كنت محتاجة أعرفها، قالت لي عليها وما خليتش عليها خالص. تجربة حلوة إلي عشان أتعلم كيف الواحد بيقدر يعمل بزنس أو يعمل مشروع ويكمل فيه. واكتشفت إنه في كتير خطوات الواحد لازم يعملها، فكان كل واحدة عندها فكرة. وبعد كده قعدنا نقول طيب هي براند تجاري فإزاي ممكن نساعدها؟ بدينا نقترح كيف ممكن نطور صفحتها، كيف ممكن تحسن أو تفتح حتى صفحة في إنستغرام، كيف ممكن يكون عندها فيسبوك بيج. كلمنا يارا جرافيك ديزاينر، كلمنا هبة عشان تعمل استراتيجي وتعمل بيزنس بلان على السوشيال ميديا بتاعها. بصي هبة، براند بوبا تورتي. اوكي الاسم حلو جدا، يعني عاجبنا. بوبا ده النيك نيم بتاعك والتورته. اوكي اول حاجه هنتكلم فيها الاتصال، او ازاي انك انت توصلي البراند بتاعك دوت للناس. تاني حاجه هنتكلم فيها السوشيال ميديا وازاي انك انت تطوري البراند بتاعك. اوكي السوشيال ميديا دي مهمه جدا عشان تسوق كتير بوبا. وتالت حاجة بقى ده مفاجأة. اوه هتحبيها. هقول لك عليه حاجة خالص. احنا عملنا برزنتيشن. بداية أول حاجة هنتكلم فيها الانتشار، وحابة قوي إن أنا أقول لكم أهمية إن السوشيال ميديا دلوقتي تحولت لماركت بليس كبير. السوشيال ميديا أداة ناجحة جدا لنجاح المشاريع الصغيرة أو المتوسطة، هي إن أنا يكون أقدر أوصل للتارجت أودينس بتاعي أو الفئة اللي أنا عايزة إن أنا أخاطبها بأسرع وقت. إن أنا
اعرف بالظبط المستخدمين بيدوروا على ايه، واقدر ان الترتيب بتاع الصفحه يظهر للناس بشكل اسرع وبترتيب مميز. هو ده اللي انا عايزه اوصل له بقى يعني. وانا بسكرول داون كده بلاقي البراندز كلها، يعني عايزه انا بقى في يوم ابقى ان شاء الله ادخل. عندي كمان هبه، عندي اقتراح ليكي، ان لازم الجروب بتاعتك تتحول لفيسبوك بيج. لو احنا قدرنا ان احنا نعمل ده بتتحول لحاجه كوميرشال اكتر. في طريقه ان انا اقدر اوصل بيها لعدد اكبر من الناس، اللي هي الانفلونسر ماركتنج. فاي حد من دول عنده مثلا فوق المليون فولورز، بدي بتتحول لاكتر طريقه تسويقيه ناجحه، اللي هي الانفلونسر ماركتنج. هذا بالنسبه حق الانتشار. اي منتج علشان يكون فعال يوصل حق اكبر عدد ممكن من الناس، لابد ان تكون عنده هويه. فخبرينا عن الافكار الترويجيه، كيف ممكن انا افعل الهويه اللي ده. تاني حاجه فعلا هتكلم فيها هو الهويه بتاعت المنتج. اكتر حاجه لطيفه في السوشيال ميديا هو البوست التفاعليه. الافكار دي هي اللي بتخلي الناس تزور الصفحه اكتر او تكون لويال للصفحه اكتر. هي ممكن تعمل تفاعل مع اللي بيشتروا، ان هم لما يدوقوا الحاجه وبتاع يبعتوا لها فيديو مثلا ولا حاجه تشوفين راي الناس في الحلويات اللي تسوينها. الحين عندنا الاساسيات، ممكن نقول عندنا الانتشار، عندنا الهويه، كيف احنا ممكن نطور؟ فعلا ده ثالث حاجه هنتكلم فيها. احنا بدايه المشروع معظم الناس اللي بنتواصل معاهم هم الافراد. التفكير اللي قدام هو اهم حاجه، مش ان انا بس اوصل لافراد. من الاقتراحات اللي بنفكر فيها ان يكون في تواصل مع جهات كبيره، زي مثلا تعاقد مع المدارس او مع شركات البي ار والكوربريت ايفنتس. دي تول مش بس للتسويق، تول كمان تول ان انت تضمني ان على مدار السنه في ناس هتقدر ان هي تشتري المنتج بتاعك وكمان تتكلم عنه. بس يكون في مناسبه مثلا بشركه تتعاقدين معاه بالظبط بشكل شهري سنوي وخلاص ياخذون منك. لازم يكون في منتج معمول ليكي انت، او انت بتصنعيه عندك انت بس، اكسكلوسيف حصري بس عندك. انا برسم على التورت رسم بايدي، مش بطبع الصور وكده. بحاول انحت الكيك، بعملها بشكل مجسم. تبقى ده حلو بس رسمها حلو ما شاء الله. ترسم حلو ده حلو جدا، ده مهم جدا. فهذه ميزه ممكن احنا ندقق عليها بالظبط. واحدة من الأشياء الحلوة اللي صارت بهذا التشالنج إنه اكتشفت إنه صحباتي البنات اللي أنا بعرفهم اللي فترة في كتير أشياء ما بعرفها عنهم. اكتشفت إنه ياسمين كتير شاطرة بهذا الإشي اللي بتعمله، وإنه حنان عندها كتير أفكار وأفكارها مرتبة ومنظمة. إحنا صراحة كان عندنا أفكار كثيرة، وحطينا لوجوز وحطينا ألوان مختلفة، لكن هبة كانت من النوع اللي عارفة شو تحب. الجرافيك ديزاينينج بمنتهى البساطة هو بيترجم فكرة لصورة. يعني مثلا هبه هي عندها بروجكت بتاعها، ما ينفعش مثلا اجي شرح القصه بتاعت هبه في تكستنج او ان انا اكتبه، لان العنصر البصري بيشد اي حد اكتر من التكست. الجرافيك ديزاينر بيترجم الفكره او البروجكت او البرودكت لصوره. انا ممكن ابقى بسكرول داون والاقي ديزاين حلو جدا، ادخل على البيج دي رغم ان انا مثلا ما بدورش على البروجكت ده، بس الديزاين بيلفت نظري ان انا ادخل اشوف البيج دي بتعمل ايه. انا عندي سؤال، عشان اللوجو بلشت هي مشروعها وعملت لوجو على قدها وكان عجبها وقتها، بعدين بعد فتره حست انه لا بدها تغير، انه هذا مش كتير حلو. اوكي، بتنصحي بهذا الموضوع؟ اكبر الشركات من اول ما بداوا كان ليهم لوجوز وعملوا لها ابجريد. هي لو عايز تعمل ابجريد انا شايفه انه ما فيش مشكله، بس ما نغيرش في شكل اللوجو كامل. هبه احنا كتير حاولنا نحط جهد عشان نطلع لوجو حلو، فكرنا بالموضوع احنا وياها. طبعا هي كانت البوس. لا هذا بزبط، هذا ما بزبط، اقترحنا اشياء. فمتحمسين نشوف ايش في افكار، وان شاء الله يعجبك يعني على الاقل واحد منهم. فخلينا نشوف. ده حلو قوي. شو رايك؟ سمبل قوي. لا ده اوبر. بدري انها اول ما شافت الصوره اول واحده قالت لا سمبل قوي، وبعدين الصوره الثانيه قالت لا هذا وايد اوفر. ده جميل. ده حلو قوي. ده خطير. انبسطت قوي قوي قوي، لان هي دي الالوان اللي انا بحبها، هو ده الشكل اللي انا كنت عايزاه. حاجه مبهجه وفي نفس الوقت سمبل، فهو ده اللي كان نفسي فيه. الوان صح. الكالرز لايت اكتر مع بتاعت يس. كنت حاطه عيني على الهبه، اختارته عشان هو ده البراند بتاعها، بالوانه بالفونت باللوجو بكل حاجه، حسيت ان هو ده روح هبه في اللوجو. طيب انا مع اللوجو كنت متوقعه ان دوت هيعجبك، فعملت لك ديزاين للمنيو. حلو قوي. دي المنيو. الوانها دي
حلوين صح؟ جدا. المكان اللي بحلم بيه نفس الالوان دي اللي انا عايزاها. شفت بقى اريح صوري كده. فنانه لقطيها يعني. الف مبروك. ودامك الحين استقريتي على هالبراند ياسمين، ليش ما تورينا المفاجأة؟ دلوقتي؟ حلو يلا. انا كمان بشوفك فجأة. عشان نصور كب كيك او نصور اي برودكت احنا بنبقى محتاجين ثلاث حاجات. اول حاجه تكوين الصوره، تاني حاجه الاضاءه. احنا ممكن نستخدم الاضاءه بتاعه البلكونه او اضاءه شباك كبير عندنا في البيت او في الشركه. ثالث حاجه مش لازم نستخدم كاميرا خالص، لا احنا ممكن نستخدم موبايل يكون الميجا بيكسل بتاعته كويسه، وغالبا الميجا بيكسل ستارتنج من 16 ميجا بيكسل احنا ممكن نستخدمها لو هيبقى استخدام على السوشيال ميديا، الفيسبوك والانستغرام والحاجات بتاعه السوشيال ميديا. لكن طبعا لو هنستخدم حاجه لطباعه كبيره اكيد لازم يبقى فيه كاميرا. غمضي عيني. درام رول. ايوه انجري بيردز بتوع القناه كلهم. الله طلع الاضاءه خالص. بصي واخدناها في زوايا مختلفه. حلوه قوي. اتبسطت قوي بيها، حسيت الصور يعني جملت الحاجات قوي وحلتها. حبيتيهم؟ قوي. اهم شيء انك عجبوكي. مبسوطه يا حبيبتي. والله يعني انا مش عارفه اشكركم ازاي بجد. ميرسي. اه يا ليلى. بالعكس احنا كتير مبسوطين. حاجه حلوه لما نتعرف. احنا كتير مبسوطين. اسمح لنا. تعالوا كلكم الباب. دور. اكثر شيء استفدت ان الواحد لازم يكون عنده هويه لأي منتج أو حتى لشخصيته. تكون عندك هوية، تعرف شو الرسالة اللي أنت حابة توصلها للناس، للمجتمع، شنو الناس يبون يقولون عن حنان، عن هبة، عن يارا، عن ياسمين، عن سلام. ومش ضروري بس أكون مختصة بشغلة واحدة، لازم يكون عندي إلمام بأشياء كتير. لما قعدت مع هبة ومع يارا كمان فهمت قديش لازم الواحد مهم إنه يكون في عنده هوية للإشي اللي بيعمله ويجسد في شخصيته عشان يوصل هاي المشاعر اللي هو حابب يوصلها عن طريق المنتج اللي عنده أو الخدمة اللي عنده أو الإشي اللي عم بيعمله للناس. السوشيال ميديا طبعاً علشان ده المجال اللي أنا بشتغل فيه استفدت منها حاجات صغيرة كده للبراند بتاعي من ناحية التوسع، الانتشار أكتر، إزاي أقدر أجذب متابعين أكتر للصفحة بتاعتي، أتكلم في إيه. استفدت كتير من البنات إنه إيش الأشياء اللي لازم نركز عليها، فكانت تجربة حلوة لما قعدنا نعمل أفكار. واستفدت منها أنا شخصياً إنه أحاول أكون حياتي منظمة ومرتبة شوي أكتر من هيك. وأكثر شيء استفدت اللي هو الإنفلونسر ماركتينج، هذه من أكثر المواضيع الحين ترندينج ممكن نقول. تعلمت اني انا ممكن بعد استعين في احد هذه الانفلونسرز او مشاهير التواصل الاجتماعي اللي عندهم رساله قيمه وعندهم نسبه متابعين ومتابعين حقيقيين، في اني انا ممكن اروج عن المنتج اللي عندي.